ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ومكملة معاكم سلسلة رمضان، وزي ما انتوا شايفين بقى هنعمل النهاردة ايه؟ مدفع رمضان. هنعمله بطريقة جميلة جدا وسهلة قوي. يلا بقى بسرعة نروح نشوف الفيديو. والادوات اللي هنستخدمها، محتاجين ازازة بالشكل ده عشان تبقى شكل المدفع، ومحتاجين اللي هو الورق دوت اللي هو الجلاد اللي فيه اشكال رمضان، وهنستخدم بلاستر، وهنستخدم مسدس الشمع، ومحتاجين كرتون هنعمل منه 4 دوريات بنفس الحجم، ومحتاجين الرول دوت اللي هو الرول بتاع الفويل او ورق الزبدة، ومقص. يلا على طول نبدأ نعمل المدفع. لهلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صام وطاعة للرحمن، صام وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة. هذا بقى شكل المدفع، يا رب يكون عجبكم واتمنى تعملوه، وكل سنة وانتم طيبين.